الحلقة الثانية من مرحلة الـ24 أو مرحلة نصف النهائي. أما الطروق القادم فالبداية ستكون من شاعرنا ناصر بن عبد الله الخنفري. ناصر بن عبد الله الخنفري، نشوف وياكم التقرير الخاص بالشاعر ناصر الخنفري عبر شاشات العرض. نرحب بشاعرنا عبد الله الخنفري كذلك. يا مرحبا شاعرنا عبد الله، كذلك الشاعر الثاني بهذا الطروق. نرحب وياكم بالشاعر القادم، شاعرنا أحمد بن حمدان السناني. الشاعر أحمد بن حمدان السناني، نشاهد وياكم التقرير الخاص بالشاعر أحمد السناني عبر شاشة العرض. مرحبا بالشاعر ناصر بن عبد الله الخنفري، كذلك أحمد بن حمدان السناني، علما بأن البداية بتكون من خلال الشاعر ناصر بن عبد الله الخنفري، واللحن بإذن الله لحن هذا الطروق بيكون من خلال شاعرنا وعضو لجنة التحكيم حمود اسمي. تفضل يا بعاي. يا لا 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 يا 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 لا لا
الله.